هي لعبة طورتها رايت جيمز لأول مرة بعام 2014، بس أصدرتها الشركة بعام 2020. تستلهم كتير من ميكانيكيات سلسلة ألعاب كاونتر سترايك وقارنوها بلعبة كاونتر سترايك جلوبال أوفنسيف، لأنه اللعبتين بيحتوى على فريقين مكونين من 5 أشخاص عم يتنافسوا لزرع قنبلة. واللعبة الشهيرة أوفر واتش من بليزرد انترتينمنت، لأنه اللعبتين بيتضمنوا فصائل وشخصيات متعددة بتلبي أنماط لعب متنوعة. فالورنت هاللعبة يلي اجتمع عليها أكثر من 21 مليون لاعب بعام 2022 و 2 مليون لاعب بيلعبها يوميا. وضيفنا لحلقة اليوم خبير لعبة فالورنت، وهو بروفيشنال جيمر بيلعب مع فريق جي كي وحقق أرقام خيالية بالكيلز والوينز يلي ختمها. معنا محمد شلبي أو شلبي، أهلا وسهلا فيك ببرنامج جيمز. أهلا وسهلا بك. قبل كل شيء فيك تعرفنا شوي عن حالك؟ أنا اسمي محمد شلبي، بروفيشنال فالورنت بلاير لفريق جي كي اي سبورتس. بدأت ألعب فالورنت حوالي أول ما اللعبة نزلت في 2020، ويعني قعدت أكمل ألعبها لحد دلوقتي وعندي 21 سنة. طب فيك تشرح لنا شوي عن لعبة فالورنت؟ والله أول ما رايت جيمز عملت أناونس الفالورنت، هي يعني كانت فكرة يونيك شوية، لأن أنا كنت بلعب سي اس جو قبلها أو كونتر سترايك، وهي كانت يعني لما فالورنت نزلت كانت حاجة جديدة، لأن هي بتجمع بين إن أنت بتلعب لعبة شوتر وإن أنت في أبيليتيز وفي كاركترز معينة، مش هي بس كل الناس بتعمل نفس الحاجة، فكانت حاجة جديدة وقلت أجربها يعني وعجبتني بعد كده. طب كيف تعرفت على اللعبة قبل كل شيء؟ يعني أنا كنت بلعب سي اس جو مع يعني جروب فريندز وصحابي، واحنا كلنا شفنا الانونسمنت التريلر بتاع بروجكت اي او اللي هي فالورنت دلوقتي، فقلنا يعني ان احنا هنجربها بحيث ان هي حاجه جديده وسيميلر اللي احنا بنلعبها يعني. وحاليا بتلعب اي العاب تانية؟ مش كتير، ساعات يعني مثلا لو مفيش تورنمنتس او لو عندنا بريك او اوف سيزون او حاجه ممكن العب لول او راست مثلا. حلو. طب في عباره كتير متداوله بالجيمنج كوميونتي اللي هي ليه تلعب فالورنت اذا فيك تلعب سي اس؟ انت بالنسبه لك بشو بتتميز لعبه فالورنت عن باقي الالعاب؟ اللي بتتميز فالورنت عن باقي الالعاب ان هي يعني في سيناريوز كتير مختلفه، لان مش كل الناس بتلعب بنفس الستايل، مش كل الناس تلعب بنفس الكومبس في المابس، لان في ايجنتس كتير كل تيم بيلعب بالستايل بتاعه بالايجنت بتاعه، فكل جيم بيبقى مختلف. لكن في العاب تانية اللي هي الشوتر بتبقى هو يعني الخمسه بيعملوا نفس الرول والجيم بتبقى هي تكراريه يعتبر، بس فالورنت ما فيهاش تكرار خالص لان في كومبس كتير وايجنتس كتير وهكذا. اكيد. طب فيك تحكي لنا شوي عن مسيرتك بساحه البروفيشنال جيمنج، وشو يلي شجعك تاخذ مسار البروفيشنال مش بس انه تكون لاعب عادي؟ والله لما فالورنت بدات يعني بدات انا واصحابي نعمل تيم، واللي هو كان بس فور فان يعني عادي نلعب تورنمنتس وهكذا. بس جت لما فالورنت عملها ريليس، رايت جيمز عملت اناونس ان هي هيبقى في تورنمنت خاصه بالمينا ريجن عندنا، وان انت ممكن من المينا ريجن تلعب مع فرق يوروب او ان انت تلعب يعني في جلوبال ستيج. فساعتها اللي هو بقى في موتيفيشن، اللي هو يعني انا مش بس عايز العب في المينا، انا عايزين يبقى نعمل تيم المينا ونلعب في جلوبال ستيجز ونلعب قدام تيم يوروب واناي، واحنا يعني 5 عرب عايز. طيب فيك تحكي لنا شوي عن الفرق يلي لعبت معها قبل جي كي؟ قبل جي كي في الاول خالص كنت عامل يعني فريق انا واصحابي، والفريق ده اتعمل لنا بيك اب باي انوبس جيمنج، ده كان اول بروفيشنال تيم دخلته وقعدت معاهم حوالي سنه ونص. وفي 2022 دخلت تيم اسمه اكسبلودز وقعدت معاه السنه كلها، وبعدين اخر السنه اللي فاتت دخلت جي كي. وكيف بلشت مع جي كي؟ بعد ما السيزون اللي فات خلص السنه اللي فاتت، في حد يعني من جي كي عمل لي كونتاكت وقال لي احنا عايزين نعمل لك تراي اوتس ولو عايز تجرب تلعب معانا يعني، او لو انت انترستد. فجربت العب معاهم ويعني كان في بينا كيمستري حلوه ولقيت التيم يعني فيه بوتنشال حلو، فقلت يا واي نوت. طيب عندي سؤال، هل الفريق بيساعد الجيمر او الجيمر بيساعد الفريق؟ يعني مين بيضيف قيمه اكتر للتاني؟ والله الاثنين بيكملوا بعض يعني، اتس سيستم افتر اول يعني، البلاير بيدي فاليو للفريق والفريق بيحاول ان هو على قد ما يقدر يخلي البلاير يعني مش محتاج حاجه، في انفايرمنت حلوه ان انت تلعب من غير ما انت تبقى مثلا شايل خايف من مشكله معينه او حاجه، ان انت على طول
فوكست على الجيم وبس. طيب فيك توصف لنا الساحة التنافسية للعبة فالورنت؟ يعني هل بالنسبة لك بتحس انه في مباريات كافية بالعالم العربي ولا العالم العربي امام طريق طويل لتحقيق هيدا السين الكبير يلي منلاقيه برا بالعادة؟ والله اول ما اللعبه نزلت ما كانش في يعني ما كانش في تيمز كتير قوي، بس مع الوقت يعني اللعبه بقى لها 3 سنين بقى في تيمز كتير. يعني الاول كان ممكن مثلا تيم او اتنين بس هو اللي بينافسوا على البطولات، بس دلوقتي بقى في اكتر من 5 أو 6 تيمات بينافسوا وفي بلايرز كتير بتطلع، فدي حاجه حلوه طبعا. يعني البلايرز اللي لسه بتطلع شايفه ان في سين وفي كومبيتيشن وكده، وكل واحد عايز يثبت نفسه يعني. اوكي محمد، هلا راح اسالك شو هي أكبر التحديات يلي بتواجهها أنت كجيمر محترف، وإذا في تحديات كيف تتخطاها للتحديات؟ أكبر تحدي في الأول كان إن أنا يعني أبالانس بين الدراسة والإيسبورت، لأن يعني لو أنت بروفيشنال إيسبورت بتحط وقت كتير أوي في اللعبة، ممكن يبقى عندك مثلا سكريمز حوالي 8-9 ساعات في اليوم، غير إن أنت بتبراكتس مع نفسك غير الماتشات وهكذا، فإن أنت تبالانس ده والدراسة كان صعبة يعني في الأول. وفي نفس الوقت ان يعني ان انت بالانس بين الايسبورت وحياتك العاديه، يعني اللي انت بتقضي معظم الوقت على البي سي في البيت مش بتطلع كتير، فكانت صعبه يعني في الاول. طب هل كونك جاي من العالم العربي هالموضوع بيصعب عليك التنافس عالميا ولا بتحس انه ما فرقت؟ ممكن بيصعب شويه، لان يعني الاهل عندنا بيبقى عايزينك انت تركز على الدراسه وعلى الشغل وهكذا، ومش شايفين ان ده ممكن يبقى كارير، بس عادي يعني مع الوقت ممكن يقتنعوا يعني عادي. فيك تشاركنا أكبر إنجازات إلك خلال مسيرتك كجيمر؟ أكبر إنجازين يعتبر هم أول حاجة إن إحنا كسبنا ريد بول كامبس كلاتش في 2021، وبعديها بثلاث شهور كسبنا سترايك أريبيا. نايس، وفيك تخبرنا عن هول المباريات وكيف كسبتوهم؟ أول حاجة ريد بول كامبس كلاتش كانت بطولة عالمية بتجمع 50 دولة من طلاب الجامعات، يعني انت بتلعب 5 لعيبة بيدرسوا في الجامعة وفي نفس الوقت بيمثلوا بلدهم. وفي 2001 كسبنا في النهائي البرتغال، كنا بنلعب فريق البرتغال في النهائي، وان احنا قدرنا ان احنا يعني كفريق عربي ومصري ان احنا نكسب بطولة جلوبال يعني. اوكي، وشو هي الامور اللي بتحس انه انتوا كفريق ساعدتكم على النجاح بهول البطولات؟ والله احنا التيم بتاعنا وقتها كان يعني كان عندنا كيمستري حلوه يعتبر، لان احنا كان بنلعب مع بعض بقالنا اكتر من سنه، والتيمز اللي في البطوله دي ما كانش في اي تيم مثلا يعني هو تيم بره البطوله، هم بس اتجمعوا كخمسه بيمثلوا بلدهم، فدي كانت مدينا ادفانتج حلوه يعني في البطوله، ان احنا التيم الوحيد اللي داخل البطوله اللي هو بجد تيم مش خمسه بس بيلعبوا مع بعض. حلو، طيب فيك تشاركنا شو هي اكبر جائزه ربحتها انت بمسيرتك كجيمر؟ اكبر تورنمنت يعتبر كانت سترايك اريبيا في 2021، لان قبلها السنه اللي فاتت كانت في اول تورنمنت اوفيشال من رايت جيمز في المنا، واللي هي فيرست سترايك، ودي احنا طلعنا التاني فيها، فتاني سنه اللي هو احنا كنا عايزين نبقى التوب اوف منا، فكسبنا سترايك اريبيا ويعتبر كنا يعني احسن تيم في المنا ساعتها. عندك اي استراتيجيات او تكتيكات بتتبعها خلال اللعب؟ الستايل اللي بحب العب بيه في الجيمز هو يعني ان انا العب اجريسيف ستايل، بحس ان انا ممكن اخد ادفانتج يعني من السكيل بتاعتي ان انا يبقى اللي قدامي خايف يلعب قدامي، يعني بحس ان if you play aggressive و it works خلاص يعني you can guarantee ان انت ممكن get confidence كفاية ان انت ممكن تكسب الجيم. تمام، يعني شو هي بالنسبة لك الصفات الضرورية للواحد ينجح بلعبة Valorant؟ الصفات الضرورية اول حاجة الconfidence مهمة جدا، ان انت ما تبقاش يعني بتلعب الماتش وانت خايف او مش واثق في نفسك او في المستوى بتاعك ان انت ممكن تكسب الماتش ده. وتاني حاجه الديسبلين، ان انت تبقى يعني على طول حاطط وقت في اللعبه وبتبقى عايز تطور من نفسك وحاطط كل مجهودك ووقتك للعبه. انت قبل المباريات عندك اي روتين معين بتتبعه لتجهز حالك نفسيا وذهنيا او لتجهز مهاراتك لمواجهه عدوك؟ اكيد، يعني انا اولا بحاول ان انا يبقى على طول عندي نفس الروتين، بحيث ان يبقى يعني يبقى احاول اخلي اليوم الماتش زي اي يوم عادي، بحيث ان ما يبقاش فيه اي بريشر او ان انا ابقى خايف العب الماتش، فعادي يعني بعمل الروتين بتاعي ان انا اورم اب مع نفسي او ان انا امرن نفسي ونلعب سكريمز مع التيم، وبعدين بخش الماتش يعني عادي كانه اي ماتش عادي، بحيث ان انا ما اخوفش نفسي من الماتش. وفريق جي كي كيف عم بيساعدك لتحسن من مهاراتك لتواجه
الخصم بالمباراة يعني، انه شو دور جي كي بتحسين ادائك؟ دور جي كي ان هي يعني على طول موفر لنا انفايرمنت حلوه، يعني ممكن لو عايزين بوت كامب بيعملوا لنا بوت كامب، لو عايزين مثلا كوتش يجيبوا لنا كوتش، عايزين اي حاجه مش بي يعني عمرهم ما يقولوا لا لاي حاجه ان هي تبقى تحسن مستوى التيم. طيب لعبه فالورنت بالعاده تعتبر لعبه سريعه جدا، ولازم بطريقه ما تتعرف على خصمك واسلوبه باللعب وتعرف الخطه يلي بدك تتبعه. انت بالنسبه لك كيف بتحقق هيدا الشيء؟ يعني هل انت بتحفظ اداء خصمك كيف، ولا انت بتعتمد ستايل معين باللعب؟ يعني قبل ما بتخش الماتش طبعا بتبقى محتاج تجمع انفو عن التيم اللي قدامك، هم ازاي بيلعبوا، بيحبوا يعني يعني ايه التريتس بتاعت التيم اللي قدامك. بس في نفس الوقت لازم برضو ان انت بتفرص الستايل بتاعك بحيث ان انت يعني تلعب الجيم بتاعك، انت مش عايز تلعب ماتش اللي قدامك، فانت بتعمل بالانس بين ان انت يبقى بتعرف ازاي اللي قدامك بيلعبوا وازاي ممكن توقف طريقه اللعب بتاعتهم، وفي نفس الوقت انت بتلعب الستايل بتاعك. حلو، طب فيك تحكي لنا شوي عن الكروس هير بليسمنت؟ هو هيدا الاوبشن يعتبر من اهم العناصر باللعبه، ويعتبر اهم من الايمنج. كيف بتظبط الكروس هير بليسمنت لمواقف مختلفه باللعبه؟ طبعا الكروس هير بليسمنت لو عندك كروس هير بليسمنت حلو بيساعد جدا ان انت تضمن الكل اسرع من اللي قدامك. فانت مثلا ممكن، انا بحاول امرنها ان انا بلعب ديث ماتش كتير، فاللي هو بتحط في سيناريوز مختلفه في الماب. ممكن كمان ان انا اخش الماب اللي انا مثلا عايز اظبط الكروس هير بليسمنت فيها، وان انا اشوف لو حد مثلا ظهر لي من المنطقه دي ازاي ان انا اظبط الكروس هير بليسمنت ان هي تبقى جاهزه ان انا اقتله على طول. حلو، وانت كيف بتختار الايجنت للعبه، وهل في ايجنت مفضل عندك بتعتمده دايما؟ الايجنت بيفرق في الرول بتاعك مع التيم، يعني انت مع التيم بيبقى مثلا عندك متقسمه رولز، الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتدافع والناس اللي بتساعد اللي بتهاجم. فانت على حسب الرول بتاعك بتختار يعني الايجنتس، وعلى حسب الماب طبعا. وبس لو انت بتلعب يعني مع اصحابك او ماتش ميكنج رانكت او كده عادي بتلعب بالايجنت اللي انت بتحب تستمتع تلعب بيه. وانا بالنسبه لي بحب العب بريزن. حلو، وقد ايه مهم الواحد يعرف بالماب باللعبه يلي رح يلعب عليها، وكيف انت كلاعب بتجمع معلومات عنه؟ طبعا مهم جدا، لان كل ماب ليها بلاي ستايل معين، كل ماب ليها سيناريوز معينه، فانت لازم تبقى عارف الماب دي يعني ايه السترونج بوينتس بتاعتها وايه الويك بوينتس بتاعتها، بحيث ان انت تستخدم البوينتس دي ان انت تلعب حلو في الماب. وانت كيف بتسيطر على اسلحتك المختلفه والريكويل باترنز لتضمن الدقه العاليه خلال اللعبه؟ طبعا ده جزء من التدريب اللي انت يعني بتتمرنه طول الوقت، ان انت بتبقى محتاج ان انت تظبط الريكويل بتاعك بكل الاسلحه، بحيث ان انت لو بتلعب جيم او كده تستخدم ده في مصلحتك، ان انت لازم تضمن الكل باي سلاح تلعب بيه، تبقى في اي سيناريو مختلف معاك اي سلاح تبقى عايز تضمن الكل بيه. فانت بتحاول انت تتمرن يعني على مدار الوقت ان انت بتمرن كل اسلحتك. حلو، طيب انت بالنسبه لك كلاعب محترف، شو هي الاخطاء الشائعه يلي اللاعبين بالعاده بيرتكبوها بلعبه فالورنت؟ من الاخطاء الكتيره اللي الناس تعملها هي ان انت تعمل الريبيك، ان انت مثلا تبقى في موقف وتقتل واحد ومحتاج بس ان انت تعيش مثلا عشان اصحابك يجوا يساعدوك، وان انت تعمل بيك تاني وتموت، فده بيبوظ اي ادفانتج انت خدتها مثلا للتيم. وانت هل ادائك باللعب بيتاثر مع الابديت والباتشز الجديده اللي بتطلع للعبه، ولا دايما محافظ على نفس الاداء؟ طبعا يعني بالنسبه احنا كبرو بلايرز انت لازم تبقى على طول محافظ على نفس ادائك، مهما في ميتا اتغيرت او في مثلا سلاح غير الريكويل بتاعه او ماب اتغيرت. فده بيجي دورنا ان احنا نبقى يعني لما في حاجه بتحصل بتتغير بنحاول ان احنا نتمرن عليها كتير، بحيث ان احنا نأدبت بسرعه عشان ما يحصلش اي مشكله في الاداء. واخيرا نحن دايما بنطلب من ضيفنا ليعطي نصيحه للمشاهدين. انت بالنسبه لك شو بتحب تنصح حدا حابب يحترف لعبه فالورنت؟ نصيحتي لاي حد حابب يعني يعمل كارير في فالورنت، ان انت على طول لازم تحط جول لنفسك، ان انت حاطط جول قدامك وبتشتغل يعني هارد انف ان انت عايز تحقق الجول ده، وان انت تبقى ديسيبلينت وانت بتلعب، يعني على طول مش تيجي فتره تشتغل وفتره لا، انت على طول بتحاول تحط نفس الايفورت طول الوقت. من هالاسئله خلينا ننتقل هلا للعبه فالورنت، جاهز؟ يلا بينا. Hey, match found. اوكي، انت بتعرف هيدي الماب؟ يعني الماب اللي رح تنزل عليها؟ بتختار الايجنت اللي انت عايز تلعب بيه. مين الايجنت اللي بتحبه اكثر شيء؟ هو ريز اللي اتاخد.
في حد عمل له بيك ليز. نلعب نايس. وش السترينث تبع ميز ريز؟ ريز واضح لعبة هاللعبة كثير. أنا ريز ايجنت اجريسيف يعني يا معاك نيد ومعاك ان انت تداش على الانيميز، فممكن تلعب اجريسيف وتطلع من السيتويشن عادي يعني حتى لو بقى السيتويشن صعب. ده مود سبايك راش. اوكي هلا انت بتبلش باي سلاح؟ مود سبايك راش بيبقى يعني انت مش ما فيش شوب، انت مش بتشتري اسلحه، لان هو بيبقى بس هو بيختار لك سلاح تلعب بيه وانت بتلعب بس بالاسلحه اللي هو بيديها لك يعني. اه مفيش ايكونومي مفيش اي حاجه. طب باكي مثلا حدا استخدم سلاح اسرع من سلاحك؟ احنا كل اللي في الجيم بيبقوا بيلعبوا بنفس السلاح في المده. اوكي ليك بدك تقتلهم كلهم، ما تترك ولا واحد منهم. هو بس في ثلاثة صح باللعبة؟ دلوقتي عفضل عايش ثلاثة من عندنا وواحد من عندنا وثلاثة من عنده، يبان في الـ UI اللي فوق. اوكي يا لطيف يا لطيف. يعني بدك قلت لك بدك تخلص عليهم كلهم. الراوند دي تلعب كله. اوكي شو هي هالماب اللي عم تلعب عليها؟ نايس لك واحد صح؟ عندك اي نصايح لحدا حابب ينجح بهيدي اللعبه؟ اكيد لازم ان انت يعني تحط وقت انف في اللعبه بحيث ان انت على طول تحسن من مستواك، وان انت تبقى يعني واحده بس خلص فايت. متعادلين هلا انتو. اي فالنصايح اللي احب اديها لاي حد عايز يعني يحترف في اللعبه، ان هو على طول يبقى بيحط وقت في اللعبه وبيلعب كتير بحيث ان هو يعني يبقى على طول مستواه بيتحسن، وان هو يبقى حاطط جول قدامه يعني هو ليه بيلعب اللعبه وعايز يوصل لايه وهكذا، بحيث ان هو على طول بيشتغل ناحيه الجول ده. اوكي حلو. وفي اماكن معينه الواحد فيه يتخبى فيها ولا على حسب الماب؟ اللعبه ساحه مفتوحه على حسب الماب اكتر يعني، كل ماب بيبقى ليها اماكن طبعا ممكن يعني تستخدمها، وهي مابات بتبقى الاوبن يعني. اوكي فهيدا المود كل جيم 30 ثانية تقريبا، كل راوند بيبقى دقيقة و دقيقة ونص بس. النقطة ان انت في المود ده مش وكم راوند؟ بيست اوف 6 يعني اللي يكسب اربع راوندات بيكسب الجيم.
اوكي في طريقة تعرف وين عدوك بلا ما تشوفه يعني من دي بعيد؟ بتبقى يعني في ايجنتس معينين زي مثلا ايجنت اسمه سوفا او ايجنت اسمه فيد، بيبقى عنده ability ان هو يعني يعرف اماكن الانمي تيم، وده اللي بيفرق ايجنت عن ايجنت. اوكي بس كده احنا كسبنا. شكرا كثير محمد، والله انا كثير بشكرك على هيدي اللعبه الحلوه. وانتم كمان بحب اشكركم على مشاهده برنامج جيمز معي انا هيا محفوظ. ما تنسوا تعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا وتحضروا اخر حلقاتنا على قناه ومنصه المشهد وعلى يوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات. من هون انا رح اعمل لوج اوت. باي باي.